عندي اول حاجه 250 جرام من الدقيق، 250 يا هاله، ها خليها 250. عندي معلقه كبيره من السكر، عندي معلقه كبيره من زيت الذره، عندي واحد عدد بيضه، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ثلاث ارباع باكو من البيكنج باودر، هناخد بس طرف معلقه، طرف معلقه من البيكنج باودر، وبعد كده عندنا باكو من الفانيليا وزيت للقلي. حلو؟ واللبن اللي انا هنبدا نعجن بيه. يلا بينا نقوم واخدين عندنا الايه؟ هجيب عندي طاسه كده صغيره او كزرولة صغيره، ونقوم حاطين عندنا الحليب اللي انا هبدا اعجن بيه وادفيه عندي على النار. يا دوبك ندفيه بس. وهنا يا عم احمد بنقوم جايبين حاطين عندنا المعلقه الكبيره من الخميره، وزي ما انتم عارفين طبعا المعجنات بعجنها على طول، بحط مع الخميره سكر عشان هي دي اللي بتفعل معايا الخميره وتخليها تنشط على طول. خلاص اهي يا دوبك بس ايه تدفي، بس حاجه بسيطه ما تسخنش، لو سخن معايا الخميره بتموت معايا، خلي بالك. حط عندي شويه حليب صغيرين، تمام، الحاجه تكون دافيه، واقلب السكر كويس جدا مع الخميره. نقوم واخدين ايه بقى العجان، حاطين فيه الدقيق اللي هو الربع كيلو من الدقيق، اقوم حط عندي الواحد عدد بيضه، وبعد كده نقوم حاطين عندنا سنه بسيطه جدا من الفانيليا، طرف معلقه زي ما اتفقنا من البيكنج باودر، شوية ملح صغيرين. هقول لها على حوار العبور والله. ونعلي يا باشا، نبدأ نشتغل. عندي الدقيق مع البيض مع السكر ومع الفانيليا، وكل ده ايه مع بعض. حلو. الخميرة طيب اللي احنا بنحطها ديت، يا سلام لو احنا سبناها شوية مع بعضها يتفاعل السكر مع الخميرة مع الحليب. عندي بالخميره والسكر واللبن، والله لو احتاجت تاني انا حاطط شويه حليب تانيين بس من غير خميره، يعني الكوبايه خدت نصها حطيت عليها الخميره والباقي سبته اهو، الباقي سبته هنا، يعني لازم كميه الخميره كلها تتحط. العجينه خلصت معايا، يلا ادي العجينه خلصت اهيت، هنخدمها واظبطها ان شاء الله ونكملها، ولكن بعد الفاصل. العجينه اللي احنا عملناها بقوم واخدها، لازم ترتاح طبعا فتره معايا، نقوم حاطينها هنا كده، اعملها لاطفالك دي حلوه قوي. حاطط الدقيق، جايب عندي المردانه بتاعتنا، حافظي بقى على الشكل الدائري تبقى مدورة يعني. عشان هنقطعها مدورة زي البيتزا بالظبط. حاوليش ان انت ترفعيها قوي. عشان هنعرف نحشيها بس. كده. نلف. يا بنتي بقى اصبري بس كده، حلو قوي كده كلها سوا واحد. بصي من الكاميرا جابها ازاي، كلها سوا واحد. طيب هنا بقوم واخد دي على اتنين، تمام، وبقوم واخد دي كده، تمام، يعني بقسم على اتنين، وبعد كده بقوم واخد ديت على اتنين، واقوم لافف ديت، واقوم واخد دي على اتنين، تمام جدا، واسيبها عندي تتخمر.
بس كيش ناحيتها خالص، سيبها عندي لحد ما تبدا اللي هي تتخمر معايا، واغطيها عندي بستريتش معايا مثلا زي ده عشان الرطوبه بتاعت الجو، وده مهم جدا. نقوم سايبينها كده اهوت لحد ما تبدا اللي هي تتخمر معايا. طيب بعد ما اتخمرت معايا قدامي كهية، تبص الفرق بدات تطلع معايا زي دي كده، اقوم واخد دي اللي هي خدت التخمير بتاعها وارتاحت معايا كويس، اقوم واخدها كده ورايحين جايب عندي زيت سخن عندي وابدا اللي انا اقليها. هاخد شريحه شريحه كده، وابدا ان انا اقلي في الزيت اربعه اربعه. طبعا فيها بيكنج باودر، فمجرد اصلا بتحط في الزيت نقلب على طول على الوش التاني. ايه يا باشا، ما هي اترفعت على فكره، اترفعت مرتين اتنين كمان عشان لسه هنحشيها دلوقتي واوريها لك ايه الحشو بتاعها. الله يحفظك يا باشا اهي. بس يا باشا تعالوا بقى ايه، نقوم واخدينها، عايز اهدي الزبده شويه لان لسه هتتعشي لحمه مفرومه متعصجه، ولسه كمان هنحشيها جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعملها كده وهي سخنه او هي فتره كده شويه، يعني ما تخليهاش تبرد معاكي، بتقومي فتحاها وبنبدا ان احنا نحشيها جبنه رومي او جبنه شيدر مع لحمه مفرومه. فهي نفتحها ساندوتش معانا ونبدا نحشيها دلوقتي، بس هسيبها بس تهدى شويه وبعد كده هفتح وبعد كده نبدا ان احنا نحشي. بنفتحها كده اهو ونبدا ناخد عندنا اللحمه المفرومه، لحمه مفرومه زفارم الجميله البلدي ديت. تمام. طب لو عندك مايكرويف ولا حاجه ممكن تدخليها بالظبط ايه دقيقتين اتنين بس او دقيقه مع الجبنه ديت تقوم سايحه، ونبدا ان احنا نقدمها كده زي ما هي كده، وزي ما انت شايفها الساندوتش بتاعك بيتقدم بالشكل ده، سهله وبسيطه ومش تاخد وقت خالص.